الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادتان. إن panagnaan rukun ding ha mga rukun sin Islam amuna in dua pagnagsaksi. نعم، تشهد أن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. magsaksi ka o magnagsaksi ka wero on tupot pagtag-iponan buhat maling kanin Allah. كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. إن أونو أونونا أمو إن بيقدق إيبونا ما بو أسدنها الله سبحانه وتعالى إن يري باطل. أكفر بجميع ما عبد من دون الله. بقو بسنون يا أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله هذا كفر أكبر. بقو بس كفر ها هما مقدق إيبون كو دوغا إن دينها الله سبحانه وتعالى. وأفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد. تنقلون نتين الله سبحانه وتعالى دونها بق إبادة كنيا. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين. إن لا إله إلا الله إن شيني بيا بيا بيستم بيعون نأونسيا دوا كوان أونسيا لونت دوا أمون هاجنيا. لو أسقطنا عمود من العمودين انهار البناء. نبغ سوبا ما ملوا إن هم بوك دين هم عن هاجنيا نينا. ملاراكين بقتاغون بيعونين. العمود الأول أن لابد أن نكفر بجميع ما عبد من دون الله، ننفي عبادة كل ما عبد من دون الله، قل عبادة هذه عبادة باطلة. نعم بنغنا أن هاجني أبونا إن كفر ناتو إن كتان أونو أونو نبيكتاك إيبونا دوهين عبدينها الله سبحانه وتعالى سوين ناتو يتو بطلون. نعم ونثبت العبادة الركن الثاني لله وحده لا شريك له. إبان سين هكروا ركن أمونا إن إثبت ناتو إن بقتاك إيبونا تو بقسومبا فالله سبحانه وتعالى بمعنى بندلونته. ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد بشر عليه الصلاة والسلام. إبن سمخسي كتانيو إن رسول صلى الله عليه وسلم إن شتاؤه. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إن رسول دي إشياء بوتينون. تميز عن البشر بأن الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لهذه الأمة يوحى إليه. تغلى إن رسول صلى الله عليه وسلم دينها مع معنوسيا بل سبب إن جيني بيارا سين الله سبحانه وتعالى رسول بمع معنوسيا الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد يسيوسيو إن أمو إنك تقيبون التواسمون برسول صلى الله عليه وسلم ويرون شاسي مخسي إن رسول إن نبي إني صلى الله عليه وسلم رسول بيارا سين الله سبحانه وتعالى والذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول يسيوسيو يساب إن بياموتين نيا إن رسول صلى الله عليه وسلم ويرون شاسي مخسي سين إن شئيني رسول سين الله سبحانه وتعالى لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ولا نعصي شوهي كتان يومغد هاونو أونونا إن بيان داعكا سين الله سبحانه وتعالى أي سين رسول صلى الله عليه وسلم ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب إبن سين بنالو ناتو سيادي ناتي بموتين ونبتعد عن كل ما نهى عنه إبن سين لمايو كتان يوهاونو أونونا إن بيان لانا نيا ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله إبن سين مغد كتان يو سعدي كتان يومغهنا لونتا بدعة آغمانيا نعم هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام والله أعلم. نامونين بقتاعون ركن بنغناان دينها مع ركن سين أغما إسلام. نعم.